ساعديني الفترة قصيرة. بلاش بقى اللي غرقوا واللي اتحرقوا واللي اتخنقوا، المساكين والعيانين اللي مش لاقيين ياكلوا دول. بيني وبينك الناس زهقت قوي من الموال البايخ ده. صح، عندك حق. على اساس الناس زهقت كمان من التلفزيونات والجرايد والسمون في مي والكافيار والحياه الهايله. انت صح يا حبيبتي، انت صح. انا بقولك بس الفتره صغيره. ده مستقبلي ومستقبلك. مستقبلك، بس انا شايفه يعني ان مستقبلك انك تبقى صحفي ناجح، ليك شعبيه، ناس بتقرا لك، تحترمك، تحبك احسن من 100 رئيس تحرير ما حدش بيقرا بسطر. لا يا حبيبتي، البلد دي مش ماشيه كده. البلد دي المستقبل فيها هو المنصب وبس، كبير صغير مش مهم. بصي حواليكي، فتح لي البلد من رجال الاعمال جريوا ورا مناصب لانها الحمايه والحصانه، لكن النجاح وانت ناجحه طبعا بكل المقاييس حاجه تانيه. نجاح لمبه منوره زي دي، لكن بلمسه واحده على مفتاح النور ساعديني عشان خاطري. ايه يا بنتي وجوزك مش حصان وفرس هتسابق مين يكسب؟ وبصراحة بقى حياتك الزوجية أهم من شغلك. ليه ما يكونش الاتنين بنفس الأهمية؟ بطلي حنان تتكلمي كده زي الستات اللي عمرهم ما اشتغلوا. اه بحبه بس كابس على نفسي. الراجل قال لك ساعديني، وانت يعني هتساعديه في سرقه بنك؟ زي ما قال لك كام حلقه خفاف لطاف، مش احسن من البرنامج كله يتلغي؟ ابعدي عن اللعب الخشن شويه، على الاقل لحد ما التغيير يحصل. هبه، لاحظي انك متجوزه بقالك 7 شهور بس، ودي جوازتك الثانيه، يعني اي خلاف بينك وبين كريم هيتاخد ضدك انت. الاستاذه اللي البلد مالها السيره للبرنامج بتاعها. ازيك يا اليكس، عامل ايه؟ ازيك بيعلى، لما بتنورينا يا فندم. ميرسي، ربنا يخليك. اه مسيو كلافي، مش اقل من 3 أو 4 عمليات تجميل، مش ممكن. انا مش عارفه فيها ايه زياده عن اي ست تانية. يمكن عقلها يا جماعه. سلمى. ايوه يا مسيو اليكس. مع الاستاذه سلمى. سلمى حايك شخصيا؟ انا رايي انها اجمل من سلمى حايك. الدنيا حظوظي يا اليكس. المحل منور بوجودك يا مدام، تحت امرك. البرفان الجديد بتاع شانيل نزل عندكم؟ موجود من اسبوع. طب هايل، عايزه واحده، وعايزه فيشل واش ولوشن وكل الوان الروج الجديده. مدام هبه. ايوه. انا من اشد المعجبات بحضرتك. ميرسي. حضرتك الحلقه بتاعت امبارح كانت هايله، عايزين من ده كتير. ان شاء الله. بالتوفيق دايما. ميرسي قوي. على فكرة يا أستاذة، أنا اتفرجت على الحلقة. عجبتك؟ يعني. يعني إيه؟ أصلي نمت قدام التلفزيون وأنا بتفرج. لا يا شيخ. يا أستاذة هبة، الحكاية أصلها، أصل إحنا محدش بيشوفنا، بتسمعوا عن أخبار الناس من غير ما تشوفوها. لو شفتي بعينك هتفرق معاكي. عايزاني أشوف إيه بالظبط؟ أنا متأسفة يا أستاذة، الظهر إن أنا نسيت نفسي. لا انا بسالك بجد، ترد انت بقى عليا بجد؟ انا مقسومه 2. فهميني قصدك ايه.
هتتعرضي للسرقة وللضرب. لغوصتني. والاغتصاب. دي حاجة ما تضحكش. لعلمك بقى دول ناس عشريين جدا. يا سلام. وطيبين جدا جدا جدا. أنا ناوية أعمل حلقة ما حصلتش عن سلمى حايك المصرية. نص نهارها عايشة في وسط جرلان وإيف سان لوران وديور، والنص التاني ما بينهم مخلفات وزبالة وروايح وحشرات وحاجات بايخة. أنت عاوزة تعملي لنا فيت اجتماعية؟ تحريض الطاقات على بعضها. أنت عاوزة تودينا في داهية؟ مش أنت اللي مش عايزني أتكلم في السياسة؟ طب اللي انت بتقوليه ده كله سياسه. تكلمي في حاجه دي حكومه لا تلام عليها. اجتماعيات شويه اجتماعيات كده. الاعلانات هتزيد ونسبه المشاهده كمان هتزيد بس مع شويه تجديد. صح والله العظيم صح. هبه بتتكلم صح. بقول لكم ايه، موضوع الجواز والعنوسه وقهر المراه ده موضوع ملغم سياسه. كل دول اتعمل. احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. هنسوق الهبل على الشيطان. قهر المراه؟ طب والله موضوع كويس ومش بطال. شوف دلوقتي اقتنعتي يا ناس. والموضوع بقى حريه ولا المساله زفت كلام؟ بص يا تامر، انا عايزه اقول لك حاجه. طالما في قوه اكبر منك وبتلوي دراعك يبقى مفيش داعي انك تسيبها لغايه ما تكسرها. خد بالك اللي انت شايفاه غلط بقى احنا هنعمله. اه ساكت انت، انت مش فاهم حاجه. مفيش هبه، على ذكر قهر المراه، في مقاله النهارده مهاجماك الجوم شديد شويه. زي ما جورنال بيكتب حاجات كويسه عنك هو لازم برضو يكتب حاجات كده. هي دي الموضوعيه. كبري دماغك يا ست. هبة هموت من الجوع. احنا ليه ما بنخلفش؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. انت اللي متردده. ازاي هتطلعي على الشاشه وانت حامل؟ والبرنامج بتاعك بتعملي فيه ايه؟ شغل ايه وبرنامج ايه؟ انا عندي اهم 100 مره ان احنا نعمل عيد. انت ايه رايك؟ بلاش استعجال. وجود طفل محتاج مجهود كبير مني ومنك، وبعدين غيابك عن الشاشة مش جاهز يأثر على شعبك. ساعات بسأل نفسي احنا بنعمل ايه بالجواز؟ عايشين في بيتي جنة، كأنه سويت في اوتيل 27 نجم. ايه؟ مش حابة البيت ولا ايه؟ حباه، طبعا حباه. انت في شغلك طول النهار وانا كمان زيك، نادر لما بناكل مع بعض في البيت. الحاجه الوحيده اللي بتجمعنا السرير. الكلام اللي ملوش معنى ده هبه. بالذمه ده كلام ملوش معنى؟ ايه في ايه؟ ده حمدي منصور، انت مش عارفاه ولا ايه؟ عارفاه ولا مش عارفاه، احنا مالنا بيه؟ لازم اسلم عليه، ما يصحش. اذا كان هو ما سلمش عليك يا كريم. ما شافنيش يا هبه، انت عارف الراجل مركزه، عيب قوي لو ما سلمتش عليه. نص دقيقه وهرجع لك على طول. اهلا حمدي باشا. اهلا بالصحفي الهمام، انت فين يا استاذ؟ خليك مستريح يا فندم، انا تحت النظر. اعرفك سعادتي يبقى سعاده السفير احمد مراد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا كريم، اهلا. جو باك، جو باك.
انا عايز اعرف انتوا ليه مدبقين سعيد مبروك عندكم في الجريده؟ والله ابدا يا باشا، بس عشان يبقى فيه مصداقيه. بس هي لانك انت كنت كده. انا مش كريم بس احسن صاحبي. حمدي باشا انا عاوز سيادتك تدعمني. ايه بالظبط يا ترى؟ حضرتك عارف ان في حركه تغيير في المؤسسات الصحيه وانا مرشح. قصدي يعني احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهوريه. انت رئيس الجمهوريه. حضرتك غيرك في الدماغ بتاعك. الراجل واصل وكلمته مسموعه ومقرب من رئيس الحزب ورئيس الجمهوريه. اه صح، ما عنده جناحات بيطير بيهم يا كريم، بس ده مش معناه انك تجي على لوحدي على الترابيزه والناس تقعد تتفرج عليا. انا مش فارقه يا اخي. بس مش ضروري يعني يا هبه كل ما تشوفيني بجامل حد مهم تحسسيني ان انا صرصار. ايوه يا رشدي، ازيك؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه البرنامج يقع، لازم نفضل محافظين على المكانه اللي احنا وصلنا لها. وشوف ايه كمان بقى، انا مش عايزه معدين، انا اللي هعد البرنامج بنفسي. عايزه ارجع صحفيه تاني. ايوه، ما فيهاش حاجه يا اخي، عايزه اشوف بني ادمين حقيقيين. لا لا يا رشدي، انا عندي موضوع. كلمني واحد صاحبي دكتور نفساني عنده حالة في المستشفى ومستعدة تتكلم في البرنامج. هو رأيه ان ده مفيد ليه؟ صحيا طبعا، امال ايه؟ لا لا لا، هروح لوحدي. جامعة القاهرة. على ايامي كانت الجامعة حلوة كده زي اللي في الصورة. تعرفتي ازاي ان انا بص على الصورة دي؟ دي كنا في رحلة للهرم. عارفة مين اللي ماشي قدامي ده؟ محمود سعد المذيع. بس هو أكبر مني بسنتين. قولي 10 كده. دي لما اشتغلت في الفندق. الزمن ما بيرحمش حد. ليه كده يا أمين؟ ما أنتِ لسه زي القمر أهو. كل الصور دي مش شايفه لك صوره مع فتى احلام، حبيب، عاشق. ما هو انا لو كنت لقيت حبيب كنت صورت معاه بدل الصوره 10. عندي صور مع اصدقاء زملاء، لكن حبيب مفيش صور ولا حتى في خيالي. معقول كل الرجاله اللي في الدنيا دي وما لقيتش راجل تحبيه؟ مش غريبه دي؟ حبيت وكرهت. هاي تحبي نتكلم في الموضوع ده؟ بدل ما انتي قاعده ما بتعمليش حاجه كده اعملي لنا فنجانين قهوه. حاضر يا امان. مش من هنا، من هنا. قولي لي يا امان، كلميني عن حياتك العاطفيه. الرغبه الجنسيه يعني حاجه طبيعيه. بصي انا جبت دي عشان البسها وانا طالعه عندك في البرنامج. ايه ده؟ جبتيها منين؟ اشتريتها. باروكه بيضه يا اماني.
امال اجيبها يعني لونها ايه؟ فستقي وقار وقار. هي فعلا وقار عليكي جدا. ها ناويه تكلمي في الموضوع ولا لا؟ اه طبعا ناويه. يا اماني انت كنت شغاله في ترينت عرض، يعني اكيد العرسان كانوا هيموتوا ويخطفوكي. اتفق على حاجه؟ ايه هي؟ في فرق بين راجل بيحب ست وراجل عجبها واحده ست. انا عجبت رجاله ياما، لكن مين حبني عشان احبه؟ حكايه ان الست تبقى في حضن راجل دي مش سهله خالص. وبعدين عمري ما كنت في فاترينا عشان عمري ما كنت للبيع. عشان كده اتخليتي على الحب؟ لا بالعكس، انا ما رضيتش بقى الا من الحب بس ما لقيتوش. والعذريه مالها؟ انا عذراء. ايوه ليه؟ انت فيها ليه؟ قصدي يعني على اعتبار ان شرف البنت زي عود الكبريت، ولا على اعتبار ان ده شرط من شروط الجواز؟ سبب تاني خالص، ان انا ما كانش عندي حياه جنسيه، فكان لازم اكون عذراء. هبقى غير عذراء ازاي؟ ما هي الست عشان تبقى غير عذراء لازم يكون في حياتها راجل. ايوه فارس الاحلام كامل الاوصاف. ما تتريقيش. اه فارس الاحلام كامل الاوصاف، راجل يحطني في عينيه واحطه في عينيه. ليه لا؟ كلنا محتاجين حنان، دي حاجه انسانيه. محتاجين حد يملى قلبنا ويحضننا. اه طبعا حنان حلو قوي، بس المهم انه ما يخلصش البنيات في الاخر. مالك يا تنصر ايه؟ تعالي. في ايه؟ ظهري بيوجعني من وانا عندي 17 سنه لغايه 27. ما اقولكيش كان عليا زحمه، بس زحمه الفرجه بس. واللي انا حبيتهم كنت عارفه ان هما بيحبوني، خافوا مني. اللي يقول يا عم دي عايزه الواحد يسيب شغله ويشتغل غفير عليها، واللي عايز يخطف خطفه ويجري حسب شطارته. ده طبعا بقى غير عروض العرب والاجانب. اللي انا مش قادره اتصوره واحد يشوفني دقيقتين ثلاثه وفي الخمسه يقول لي تتجوزيني. من وانا بقى عندي 27 سنه لغايه 37 كل حاجه. نساء مني؟ لا يا دكتور، كل الرجاله اتفقوا على راي واحد، واحده زي دي تقعد لغايه دلوقتي من غير جواز ليه؟ اكيد معيوب. وحياتك، حياتك الجنسية يعني طول السنين دي كانت فين؟ في الأحلام، وأحياناً كنت بتعب نفسي. قال كده في مصرية، بلاش أباحة. ومن 37 ل 47 إيه اللي حصل؟ دنيتي اتغيرت ونفسيتي اتغيرت. الكل كان بيتعامل معايا على إني عانس، حتى نوعية العرسان اللي كانوا بيتقدموا لي برضه اتغيرت. أماني لو تقدم لك عريس دلوقتي تعملي إيه؟ لا خلاص بقى، يفيدني بإيه الجواز دلوقتي؟ الجنس؟ مستحيل أهين نفسي وأتجوز شاب صغير، أستنزفه جسديا ويستنزفني ماديا، وهيفضل مش طايقني، ويمكن يعرف عليا بنت صغيرة، بفلوسي. مش شرط يكون شاب صغير، راجل مناسب. يعني يبقى في سني أو أكبر بكام سنة. يعني نقعد جنب بعض على الكنبة نتفرج على التلفزيون. طب هتعملي إيه في حياتك دلوقتي؟ عايز افضل هنا في المصحة. هنا مش لاقيه صعوبه اني اتفاهم مع اي حد، كل واحد بيعزف نغمته، ومع ذلك مفيش نشاز. مساء الخير. برحب بيكم الجنان دي، نهاية المساء وبداية الصباح. الحقيقة الأسبوع ده احنا قررنا نبعد عن كل المشاكل والهموم، ونسبح بعيدا عن بحر السياسة المليء بأسماك القرش المتوحشة. يعني حبينا نرفه عننا وعنكم شوية ونتكلم عن أجمل المشاعر. حواء
هي الأنوثة والجمال، هي العطف والحنان، هي صانعة الخبز وصانعة الحب، وأم الولد وأم البنت، وسند الرجل وبهجته وكمان متعته. لن أطيل حتى لا تتهموني بالتحيز للجنس اللطيف، مع إني متحيزة جدا ليه. أنا عايزة أحيي ضيفتي، أحييها على شجاعتها. منذ أن شعرت بأنوثتها قررت ألا. شجاعتي؟ تقولي المجنونة دي؟ للرجل الذي تحبه ويحبه، فظلت تبحث عنه وتبحث عنه إلى أن انتهى بها المطاف في مصحة نفسية. دعوني أرحب بالإنسان التي قدرت نعمة الإنسانية. اهدي بس يا مدام أماني، دي كلها شك الدبوس. بكره الدبابيس، وكمان ما جبتش الدواء بتاعي. معلش يا فندم، أنا آسف على إزعاج حضرتك. أنا عايز أطمن بس، حضرتك بتتفرج على البرنامج ولا لأ؟ كلام في الحب ومشاكل العشاق، لا سياسة ولا هم ولا غم ولا أي حاجة يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، مع ألف سلامة، مع السلامة. أنيسة أماني، من غير مقدمات، أنا عايز أعرف إزاي الحب يوصل إنسان لمصحة نفسية؟ مش الحب بس، كل حاجة حوالينا دلوقتي في البلد دي لازم توصل لمصحتها النفسية يا هبة. الله يخرب بيت أبوك يا شيخ. بلاش كل حاجة حوالينا، اعملي معروف، خلينا في الحب بس. ها، ايه مشكلتك معاه؟ انا مستهدفه من وانا عندي 15 سنه. عجبني التعبير. بس عمر ما سمحت لنفسي اني اكون هدف لاي حد. طب الاول يا اماني، كلميني عن حياتك الاسريه والاجتماعيه. انا من بيت مصري متوسط، يعني تقدري تقولي كده مبسوطين. خريجه كليه اداب قسم انجليزي، وكمان درست فرنسي وايطالي. انت بتشتغلي؟ لا دلوقتي، لا بعد المصحة. لا لا، انا شفتك بتشتغل في المصحة. ده انت ما بتكنيش يا شيخ. انا اشتغلت قبل ما اتخرج، اتعينت في اوتيل 5 نجوم وظيفة في الاستقبال، وبعد ما اتخرجت من الجامعة بقيت مديرة العلاقات العامة في نفس الاوتيل. يعني الجمال والاناقة واللغات، كل دي مؤهلات تميزك عن اي حد تاني في اي وظيفة. انا ايام شبابي كانت مصر لسه من غير حجاب. يعني ايه يا اماني؟ طبعا مش قصدي الحجاب اللي بتحط على راس الست، انا قصدي حجاب العقل، الدماغ. اه، انت شايفه ان مصر دلوقتي محجبه؟ يا نهار ابيض، بقى في حجاب وحجاب، وكل حجاب شكله ولون. وعلى فكره لو كان الحجاب اللي بيتحط على الشعر قماش، فالحجاب اللي بيتحط على العقل بيبقى حديد. انا عايزه اقول لحضراتكم ان في القرون الوسطى كان في حاجه اسمها حزام العفه بيلبسوه الستات. لا بس ده مش موضوعنا يا أماني خالص. رجع تاني النهارده لكن بشكل مختلف طبعا خالص. يا الستات في القرون الوسطى كانوا بيلبسوا حزام العفه على ال ايه بقى بوليس الاداب يا ماما. ايه بقى؟ لا لا لا، دماغ. لا 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 يا أماني، ما ينفعش. مش معقول يا أماني، مش أي حاجة كده تتقال على الهوا، حرام عليك. عموما احنا رايحين فاصل وهنرجع لكم تاني. اقفلي المايك يا أماني. يعني ايه؟ تعالي، انت عايزة تمخوليني؟ مش انت اللي قايلة لي ان انت اللي عملتي لنفسك حزام عفة؟ لا طبعا، انا كنت عفيفة بجد وانا كفر. قبل الفاصل جالك الأرمل والمطلق وبوكرش واللي مفاصله بتوجعه والبخيل والأناني. عادي، كنت برفضهم ونزعل انا وماما ونتخاصم شويه وبعدين نهدى ونرجع نصطلح تاني، لغايه ما حصلت المصيبه الكبيره. كان يوم اجازتي من الشغل، وماما صممت ان انا اوديها النادي، مش عارفه ليه، مع انها عارفه ان النادي ده بقى حاجه سخيفه جدا، بس هي صممت لحاجه معينه في دماغها انا ما كنتش عارفاها. بقى انت مش عارفاها يا اماني؟ مش مصدقاكي. المهم ان انا طوعتها. انا عايز اخد لون، ما تيجي تقعدي مكاني وانا اقعد مكانك. حاضر. هو انت هتفضلي تقري كده على طول؟ هو في ايه تاني ممكن اعمله؟ تمشي رجليك، وبالمره هتشيلي معاكي جورنال ولا مجله تسلى فيها. حاضر. على 7 بالليل الا طبعا ايام الاجازات، ساعات بضطر ابات. اتفضل.
المفروض الهانم الاول. ميرسي قوي قوي. اتفضل يا احمد. السلطه الجنبي. بون ابيتي. انا عايزاك تغرف كمان، اصل احنا هنا ما بنعرفش نعزم. اصل الحقيقه بحاول اعمل ريجيم. عرفته الراجل بتاع النادي احمد بيه فضل الله. احمد فضل الله درويش. انا لسه فاكره اسمه بالكامل لغايه دلوقتي. احمد خليكوا معانا. احمد بيه درويش. قوم يا استاذ، جايبين سيرتك في التلفزيون. قوم يا راجل، الست المجنونه اللي انت كنت هتتجوزها قبل مني جايبه سيرتك في التلفزيون. كان مدير عام في وزاره من الوزارات اللي ملهاش لازمه. ما احنا قلنا بقى ان احنا على الهوا، انا في عرضك. حاضر. الروب عشان ما تبردش. هتذكرت ايه يا اسماء يا سناء؟ ايوه يا استاذ، قالت اسمك بالكامل. احمد فضل الله درويش. ايه التفاؤل ده؟ ما هو يا اما كده يا اما ارضى بزن امي على دماغي وبكائيات على بختي المايل طول الوقت. بس انا بقى كان ليا شرط. بالطبع ده تشهير ومن حقي رفع قضيه واوديها في 60 دقيقه. دي مجنونه، هي عندها عقل عشان توديها وتجيبها. اقصد المذيعه يا ماما. واتفقنا نخرج سوا. حلو، احكي لي. عزمني على العشاء. طب ده رومانسي، مالكيش حاجة امان. بس العشاء عمره ما جه. ليه وزاره الصحه شمعت المحل ولا ايه؟ الموضوع اتحسم واحنا بنشرب العصير. احنا لسه ما طلبناش. اظن دي تحيه منه. انت زبون مهم هنا بقى. كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا. اقل فاتوره بندفعها من 10 ل 15000 جنيه. على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء. مستحيل، انا مش بتاع الحاجات دي. مساء الخير. مساء الخير. على فكره هنا عندهم نوع لحم فاخر استرالي. تصوري اثناء تربيه العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها. انت تطلب على مزاجك وانا هطلب على مزاجي. المفروض ان احنا الاثنين نطلب زي بعض، لان يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل اكله مختلفه عن التاني. البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عاده بيبقى بره النظام. انا هطلب سمك، بس انا من انصار اللحوم البيضاء. متر اوامرك يا احمد. انا عايز نوع اللحمه اللي انا بحبه، اما الهانم اغلى واحسن نوع سمك عندك يا مير. الراجل تحت امرك يا احمد. بس خلي بالك احنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقوله. احنا رغم اشارتك يا احمد بيه. من ورا فن. اتكلم انا ولا تتكلم انت؟ انا وانت مش هتفرق. يبقى اتكلم انا. لعلمك انا راجل واضح وصريح ودغري. عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر، وناوي اكمل كده. الحمد لله. اما رشحوكي ليه عشان اتجوزك، عملت تحرياتي واكتشفت انك زيي بالظبط، وعشان كده عجبتيني. هل لما انت شفتيني عجبتك برضو؟ شيء طبيعي، امال خرجت معاك ليه؟ انا قلت كده برضو. تصوري من نظراتك الخجوله ليا. أنا شايف إن العشرة بينا مش هتكون مستحيلة، لأن في قبول متبادل. بس أنا راجل أحب المسائل تبقى واضحة. اللي أوله شرط آخره نور. اتفضل. أمال إحنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الأقل؟ أحب أكون واضح وصريح. يا ريت. أول حاجة عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكتة ليه؟ أفضل أسمع شروطك كلها للآخر وبعدين نتناقش فيها. وانا كمان بعدها هبقى اقول لك كل شروطي وبرضه نتناقش. اتفضل. انا عندي شقه براح 160 متر تمليك، ثمنها مدفوع بالكامل. فرشاها هيكون عليكي بالكامل. بالكامل؟ ازاي يعني؟ شوفي يا حبيبتي، واسمحي لي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، ده
دايما فرش الشقة بيبقى على ذوق العروسة وعلى حسابها بالكامل. ماشي الحال. عشان كده أنا كتبت مبدأ المشاركة في حياتنا بيننا وبين بعض، واسمحيلي إن أنا أتلوه عليكي. إدارة البيت التنفيذية حق مطلق ليكي، لكن الإدارة السياسية بتاعتي. مش فاهمة. يعني مفيش أي صغيرة أو كبيرة تتم في البيت إلا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ. وكمان أنا اللي هطبخ. أنا راجل أحب أكل من إيد مراتي، وما أحبش الشغالة تبقى في البيت. أوعى تكون بتتكلم جد، أمال مين اللي هيعمل شغل البيت؟ أنا وأنتِ. أنتِ هتغسلي وأنا هاكلي، أنتِ هتنضفي وأنا هلمع، وهكذا. وماذا بعد؟ أنتِ قلتي إيه يا حبيبتي؟ وماذا بعد؟ جملة دايماً بسمعها في المسلسلات التاريخية. بالنسبة للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وأنا اللي هحدد أوجه الصرف. مصروفاتي الشخصية وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير. كوافير إيه بقى؟ ما إحنا قلنا هنلتزم بالحجاب، والبنزين حكايته منتهية. منتهية؟ منتهية إزاي أنا عايز أعرف؟ إحنا بيت واحد، يعني عربية واحدة. أنت تبيع عربيتك وأنا أبيع عربيتي، ونجيب عربية جديدة، وأبقى أوصلك الشغل وأمر عليك أخدك البيت. طب فرضنا؟ وفرضنا ليه؟ ما أكيد حاجة زي دي هتحصل. فرضنا بقى إنك سافرت مع مسؤول من بتوعك، أعمل أنا إيه؟ وارد طبعًا. في الحالة دي تتفقي مع زميلة ليكي إنها تمر عليكي وتاخدك معاها الشغل، وإذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والأمر لله. آخد تاكسي وأمري لله. ليه العربية ما تفضلش معايا؟ أخاف عليكي من السواقة يا ماما. عندك شروط تانية؟ اتفضل قول. هي مش شروط، ولكن هي أمور إنسانية من الواجب أن أحيطك علمًا بها. اتفضل. ماما عايشة. ربنا يديها طول العمر. عندها 72 سنة. وهتعيش معانا. مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شوية. أهلاً بيها في أي وقت. أصيلة وبنت ناس، صدق اللي قال اللي يصبر ينول. أستاذ أحمد، إحنا قلنا إن في مناقشة. بس البشاير باينة على وشك. عموماً أنا جاهز للمناقشة. ايه ده يا ماما؟ انت بتشربي سجاير؟ لما نتفق هبطلها. استاذ احمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي، واطبخ وانضف وتاخد مرتبي تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه. اسالي يا ماما. كل اللي فات ده انا هعمله هقدمه، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟ مهر وشبكه طبعا. مش قصدي، قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه. هبقى جوزك. يعني ايه هبقى جوزك؟ يعني هبقى جوزك. ايوه يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزي دي معناها ايه؟ شويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء. دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكايه. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه؟ جوزك يعني جوزك. يعني انت معايا تعاشرني؟ انت راجل اهبل. اه والله اهبل. يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقولي هتبقى جوزي؟ لو كان الجواز ما فيهوش غير النوم على السراير، يبقى من حقي اختار الراجل ينام معايا. يا راجل يا عره. لا 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 لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه. اماني، انت ليه وافقت تيجي البرنامج ده؟ طب انت ناويه ترجعي المصحه تاني؟ بجد يا هبه، كنت هايله النهارده، الحلقه كانت ممتازه.
عجبتك يا حبيبي؟ هلال بيكلمني النهارده ومبسوط جدا منها، بيقول ان الهانم كمان هتتبسط منها. ايوه كده هبه، الحلقه بجد كانت تحفه. شفت لك بس يا سلام. راجعه مش على بعضك ليه؟ انا لا على بعض ليه؟ شايفني عامله ازاي يعني؟ وانا اللي عايز احتفل بنجاح الحلقه بتاعتك. انت ما عندكش طريقه تانية غير السكس هي اللي تحتفل بيها؟ والله انا احب اقدم احسن. انت شارب ايه بالظبط؟ انت اللي غاوه تضيعي فرص من ايديك. ان صاحبة الكشك هتعرف مكان الست. لكن كنت متزوجة في حادثة الدكتور سيد ومش قالك ان صاحبة الكشك عامل مصدر المعلومات؟ قال اصحاب مش صاحبات. بس عشان اسيبنا في صعب للاسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين بيت الحاجة ايات. السجانة؟ ايوه. ده ربنا يلطف بيها. يا واد يا مصعب. يا حاجة. تعالى ودي المحروس والمحروسة بيت الحاجة ايات. فولو مي. شكرا. اسفين على الازعاج يا حاج. انا مش الحاج، الحاجه تعبانه جوه قاعده في البلكونه بتتشمس. حضرتك مدام صفاء؟ ايوه. الحقيقه احنا كنا جايين عشانك. انتوا مين؟ احنا من التلفزيون، برنامج نهايه المساء بدايه الصباح. وانا مال انا ومال التلفزيون؟ احنا عايزين نستضيف حضرتك في البرنامج عشان تحكي حكايتك. حكايتي؟ وانتوا عرفتوا حكايتي منين؟ وعاوزين حكايتي تعملوا بيها ايه؟ يا صفاء الزعايم عاملين يا صفاء. مفيش يا ست ستات، دول ضيوف بس ضيوف رزلين. مدام صفاء حضرتك حاله نادره، انت تقريبا اول سجينه تخرج وتعيش مع السجانه بتاعتها بعد ما يفرجوا عنها. لا انتوا مش عاوزين الحكاية دي، انتوا عاوزين الحكاية اللي قبلها، الحكاية اللي بسببها دخلت السجن. مدام صفاء يا ريت تقبلي نعمل حوار في الحكاية القديمة والجديدة. بكام؟ هندفع اللي انت عايزاه. مش فلوس. امال ايه؟ هقول لكم، بس قبل ما تقولوا ايوه او لا اسألوا الرئيس بتاعكم عشان المسألة أكبر منكم بكتير. ألف سلامة يا حاج، ربنا بعد الفرج. برنامج نهاية المساء بداية الصباح هتكفل بعنادة أحسن مستشفيات وأكبر تكاتف. والمدام جابت موافقة من رئيس التلفزيون بتاعها. ربنا يسترهم يا بنتي. سلامتك يا حاج. طيب الأول نتكلم على تفاصيل وعدك في بيت الحاجة آيات اللي هي السجانة بتاعتك. إحنا الاتنين كنا محتاجين لبعض. هي ربنا يشفيها ست صاحبة مرض كانت محتاجة اللي يقعد جنبها ويشوف طلباتها ويرعاها. وأنا لما خرجت من السجن ما كانش ليا أي مكان أعيش فيه. كان لازم ألاقي لي حد أعيش تحت ظله. بعد الأهل ما راحوا واللي اتفرق اتفرق واللي اتغرب اتغرب. بس إزاي بقى في صداقة بينك وبين الحاجة آيات السجانة بتاعتك؟ الحاجة آيات كانت محبوبة من الكل. كانت مريضة وهي بتشتغل، وبعد ما طلعت معاش كانت بتيجي تزورنا. أنا أكتر واحدة كنت بفرح بالزيارة دي عشان ما كانش في حد بيزورنا. أنت كان محكوم عليكي بقد إيه؟ 15 سنة. وجريمتك كانت إيه؟ قتل. غريبة يا صفاء، مع إني شايفاكي إنسانة وديعة ورقيقة، صعب قوي الواحد يتخيلك وأنت بتقتلي. هي لحظة يا أستاذة،
لحظة ربنا يكفيك شرها. شرارة تعمل حريقة ممكن تحرق بلد وتنسف عيلة بحالها. طيب مستعدة تبوحي بقى وتفضفضي ولا ولا ايه؟ ما الجرايد ايامها قالت وعادت وزادت، النعجة ما بتحسش بالسلخ وهي مدبوحة. احنا ناس شعبيين والناس الشعبيين بيعرفوا بعض ويودوا بعض ويخنقوا بعض. ابتدت الدنيا تبقى سودة في اليوم اللي مات فيه المرحوم ابويا، هو اللي كان بيصرف علينا وعلى البيت. امي كانت سبقت ابويا من زمان. انا كبيرة وبعدين وفاء والصغيرة هنا، احنا التلاتة كنا شغالين في الحكومة، لكن ماهية الحكومة ما بتجيبش عيش حاف. ابويا كان مربي واد صنايعي سعيد الخفيف، يومها سعيد كان متشحت. اكيد كان بيسأل نفسه يا ترى الدنيا هتعمل فيه ايه. خير يا بنات؟ شوفي يا شرع الله قمر، انت ليك في ورث ابونا. ابونا ما كانش حيلته غير المحل والبضاعه اللي فيه. الاول هتعملوا ايه في المحل؟ المحل ابويا هيفضل زي ما هو. ايوه يا عم، اسم ابويا لازم يفضل على المحل. ايوه يا بنتي، انا قصدي مين اللي هيشغل، مين اللي هيدير اموره سواء في البيع او في الشراء. قول لنا الاول ناوي تعمل ايه في نصيبك ونشوف هندبر امورنا ازاي. انا مش محتاجه اقسم بنات اخويا فرصهم، حد الله ما بيني وبين اي حاجه. اذا كان الكلام ده اكيد يبقى يتكتب على ورق. عيب يا وفاء، مش هو اللي قال، هو انا اللي قلت؟ وماله يا بنتي، يتكتب على الورق وقبل ما اخرج من البيت هكتب تنازل. ده انتوا ولايه وعيب ان الواحد يطمع فيكم. ربنا يجازيك خير يا عم، ده عشاننا فيك برضه. بعدين انت اللي فاضل لنا. يرجع مرجوعنا للمحل. احنا اخدنا اجازه بدون مرتب وبنفكر نقعد بنفسنا نباشر المحل. وانتوا تفهموا ايه في شغل الحديد والبويات والمسامير والمفصلات والكوالين؟ كنا بنسمع من بابا الله يرحمه، والواد سعيد الخفيف طول عمره شغال في الدكان وفاهم في كل حاجة. أهو هنشرف عليه لغاية ربنا ما يحلها. مدام الحكاية إشراف وفي واحد بيفهم في الشغلانة دي، فهقوم أنا بمهمة الإشراف. هاتولي ورقة وقلم أكتب لكم التنازل. اهلا وسهلا ست وفاء، خطوة عزيزة اتفضلي. اطلعي بره، انا عايزاك في كلمة. خير يا ست وفاء؟ انا مش ست، انا الانسة وفاء. اما تكلمني تقولي يا انسة وفاء، فاهم ولا انت ليك رأي تاني؟ امرك يا انسة وفاء. بابا متوفي بقاله قد ايه يا سعيد؟ بقاله اكتر من 3 شهور. والمحل مفتوح واصحابه ما بيشوفوش منه ولا ابيض ولا اسود. انت بتسرق يا لك؟ الله يسامحك يا انسه، انا اسرق اولاد الحاج سالم ابو الزين؟ ده انا احط ايدي في خزان ما يتنر ولا مد ايدي على قرش من فلوسكو. ما ما بنشوفش حاجه ليه؟ عدم المؤاخذه، السؤال ده مش ليا،
السؤال ده تسأليه للمحترم عمي. أو قاعد قدامك بيلعب كوتشينة على المشاريب. معقول يا ربي خير المحل دي على القهوة؟ سعيد، مش ممكن مصاريف الشاي والقهوة والكوتشينة تبلع رزق البنات. سعيد انت في حاجة تانية؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا بنات اخويا. الحقيقة انتوا اساتذة في الأكل. بالصحة والعافية يا عمي. بقول ايه؟ نقول يا بنتي، هو المحل ما بيجيبش فلوس ولا ايه؟ انت عارف المحل هو اللي بيصرف على البيت. قريب قوي ان شاء الله، كلها كام يوم؟ دول 3 شهور يا عم. ايوه، ما هو السوق كان ضعيف ولسه ضعيف. هو انت عرفت ازاي اذا كان ضعيف ولا ما ضعيفش؟ هو انت مش بتقعد على القهوه طول النهار؟ انت بتقولي ايه يا بنتي؟ يا مفعول خانتك. من غير شخط لو سمحت، هي ما قالتش حاجه غلط. ده انا جاي اتحاسب بقى. عمي مصاريف القعده على القهوه طول النهار مش حكايه، وتمن السجاير بتاعت بلاد بره مقدور عليها، ممكن يفضل لنا حاجه نعيش بيها، لكن تمن الافيون بقى غالي، ممكن ياخد رزق المحل وياكل راس ماله كمان. اقعد لي خلي بتلات حربيات زيكم لازم يموت بدري، تكم البلد. مفاتيح المحل يا عم. مفاتيح المحل؟ ادي مفاتيح المحل. اه اوعى والله لو اوريكم. وهنعمل ايه بقى دلوقتي في المحل؟ سعيد اثبت انه اصيل وفاهم في الشغل، وهنجرب ونشرف عليه بنفسي. عايز اجوه المخزن يبقى ايدك معايا. لا يبقى خلي المخزن اللي بعدين، يبقى ستفها جوه منه كويس على مهلك لما تلاقي نفسك فاضي. يلا البضاعه دي شاريها نقدي ولا بالاجل؟ دفعنا جزء وعلينا الباقي. مضيت على اي كمبيالات ولا شيكات؟ المرحوم له سمعه في السوق وانا تربيته، يبقى حالنا ماشي. السلام عليكم. الواد سعيد الخفيف طلع تقيل، الحال مشي معاه بقى عالي العيال كله اخلاص، كويس ابن المرحوم دي كلب. المرحوم خلف 3 سحالي. بنت يا وفاء، بنت يا بنت. في ايه يا عم؟ عايز حق في الورشه. ما احنا خلصنا من الموضوع ده خلاص. ولا هي قله الافيون بتخلي البني ادم يخطرف في الكلام؟ انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ واحد لا راجل يا طيب، دي بنت اخوك. انت بتمسك دراعي يا مرمطون يا زباله. بطلب منك السماح اكراما للمرحوم وعشان عظم التربه. البضاعة اللي كنا شارينا بالاجل سددنا التمن، والكهرباء مدفوعة والاكرامات اتسددت، وده حقكم 1960 جنيه مكسب صافي. واجرتك يا سعيد؟ يعني ما جبتلناش صورة اجرتك؟ ايوه، ما انت لازم تبقالك ماهية وكده يعني. ما يعني هعمل ايه بالماهية؟ ما طول عمري عايش في عزكم من وانا عندي 8 سنين. لا، المسائل اختلفت دلوقتي يا ابن الناس، وكل واحد اولى بحق. شوف، يا يعني نتفق على اجر معلوم يا تاخد نسبة من الأربعة. ها ايه يرضيك؟ اي حاجه، اي حاجه تشوفوها وتوافقوا عليها انا موافق عليها على طول. طب في الاذن عشان عندي شويه شغل في المهد. مع السلامه. ليلتك بتطلع. احنا هنتشاور يا سعيد ونبقى نديك خبر. تصبحوا على خير. ازيك يا راجل يا عترة؟ اهلا معلم عصران، اتفضل. الاستباحه بتاع المعلم عصران. يالا خلي عنك انت. دودو
نور القهوة يا معلم. فنجان قهوة سادة للحاج فاتح. وأنا الشيشة. وغير كده مفيش. عشان عندي لي حاجة حلوة. عاوزك تعدل دماغك تظبط نفوخك. دي نفحة كبيرة يا معلم. أنا بحب أجيب من الآخر. أنا جاي وطالب إيد بنت من بنات أخوك الله يرحمه. أنا فيهم. اللي تقول راجل تعيش في ظله ويمكن. لا بعد اذنك، كنتوا محتاجين الراجل ده ليه؟ حمايه وامان وسند، وكل واحده فينا كانت بتحلم براجل. يعني انا هقطعك تاني يا صفاء، الراجل مش بس عشان يبقى امان وحمايه وسند. هو في ست في الدنيا تقدر تنكر حاجه زي كده ولا تكتشي منها؟ طبعا يا استاذ، احنا الثلاثه كنا بنحلم كل واحده يبقى لها عريس، وكنا مستعدين كمان نرضى باحسن الوحش. بس انا مش عارفه ليه ما كانش حد بيخبط على بابنا، يمكن عشان مش حلوين. طب ما في بنات اوحش مننا واتجوزوا، يمكن عشان عمي افيونجي، الله اعلم، ولا عشان ابويا الله يرحمه ساب لنا تركة عبيطة متقسمة على ثلاث بنات، مش عارفة. بس اهو يعني كنا بنصبر بعض ونقول النصيب. انا ووفاء وهناء كنا عايشين في الحتة مطمورين كاملة الفول المدمس، لا بنتفسح ولا بنشوف دنيا. قلنا نفك عن نفسنا، احنا واخدين بعض وطالعين على اسكندريه. خدنا معانا الواد سعيد الخفيف، ما هو زينا، لا بيشوف دنيا ولا بيتفسح، ومكمور في المحل بيبقى حمايه ليه. عاوزه اقول لكم على حاجه، بس خايفه يركبكم ميت عفريت. يا اختي قولي، يعني هو في عفريت من اصل لما تركبنا ولا تركب غيرنا؟ اه والله احنا الثلاثه ولايه، يعني هنبقى ملطشه للقريب والغريب. لازم نتجوز. انا مؤاخذه جرايه صفاء، يعني هنزل اخطف واحد من الشارع واقول له تعالى اتجوز واحده فينا؟ ايام ما كان في عرسان ابوك كان بيطفشهم، دلوقتي في حد قال لي يا جواز واحنا قلنا لا. ايه رايكم في سعيد الخفيف؟ دلوقتي هو اللي شايل كل مصالحنا فوق دماغه، وهو الراجل اللي بيقف جنبنا وقت الشد كده، ولا مش كده يا وفاء؟ نهاره اسود من قرن الخروب لو كان لمح بحاجه زي كده. الجدع حافظ مركزه وعارف حدوده كويس. انا بس قصدي ان احنا اللي محتاجين، وبعدين ما احنا طول عمرنا معاه. على فكره بقى، احنا بقينا في زمن لا فيه لا كبير ولا صغير، وهو لو اتجوز واحده مننا اكيد هيعيش وسطينا وحافظ علينا اكتر، واللي خاف على مالنا اكيد هيحطنا فوق راسه.
حبيبتي لو عايزاه اتجوزها انت، لكن انا مش احنا اللي هنختار، هو يعني نقف قدامه احنا الثلاثه ونقول لنا اي واحده فينا؟ لا بس انا قصدي لو وافقتوا على المبدا يبقى نبطل بقى نتعامل معاه على انه اقل مننا او انه شغال عندنا. بصي من النهارده مش هشوف وش تاني اصلا. انت ما حدش اجبرك على حاجه، انت غاويه سين. استني بقى عريس شبه عمرو دياب ولا محمود عبد العزيز وابقي اتجوزيه. وعلى فكره هو كده كده هيتجوز، وساعتها بقى ما حدش عارف هيفضل امين زي ما هو ولا اراضي المحل كله هيروح لمراته. مهم انت طول عمرك بتاكل عندنا في البيت بس في حياة المرحوم. دلوقتي بقى دخولك البيت يجيب الكلام. الظاهر ان الاكله دي تعويض عن اللي فات كله. بص يا سعيد، انا عايز اقول لك على حاجه كده. احنا عملنا اجتماع، اجتماع قمه كده يعني، واخدنا فيه قرار، قرار بخصوصك. خلاص بقيت واحد منا. سعيد، هو انت بتعمل ايه في الاجازه؟ النهار بقعد على القهوه وبالليل بروح السينما. طب ما تعكس. ازاي يعني؟ يعني بالنهار تروح السينما وبالليل تقعد على القهوه. بس هتعزمني على السينما؟ بس بشرط. واثق يكون عندهم علم. مين فيكم اللي طبخ النهارده؟ انا. تسلم ايدك. امال مين اللي كانت طبخه امبارح؟ هناء. لا ماسك هناء اصلها بتقلد وصفات التلفزيون. صفاء اختي قالت لك؟ قالت لي على ايه؟ ما انت عارفه صفاء. صفاء حاف كده؟ قصدي الانسه صفاء. تيجي المحل كلها مع البيع والشراء. اشترينا ايه؟ بعنا ايه؟ لينا ايه؟ علينا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش اوجه. يعني ايه؟ ابسط يا سيف، عملناك شريك بالمجهود، ليك الربع وكل واحده فينا ليها الربع، زيك زينا يعني. هيولد اصول. بس على فكره الواد له قد البت مرتين. طب ارجع ايوه كده، طلع المستخبي اللي جواك. تاخد ربعين ليه؟ كنت ابن ابونا وامنا؟ هو ده بتاعت الاحسان؟ يا نسوه والله العظيم بهزر معاكي، هزار. انا قلت اتبسط معاكي. وبعدين انا اللي عايز لا ربع ولا تمن. كل اللي انا عايزه ان ابقى في وسطكم وبس. ولو عايز يبقى لك ربعين مقدور عليها. مش فاهم. دورها في دماغك وانت تاكل. بس انا مخي على قده. لا مؤاخذه يعني لو عايز يبقى لك نصيب فوق نصيب. ويا عالم هيكون نصيب اني واحدة. فهمت؟ بس
يعني انت توافق عليا ولا ده ملعوب منك؟ يخرب بيت اهلك اذا كان ليك اهل. يا واد ما انا راضيه بيك من سنتين فاتوا. اوعى تنكر اللي بينا يا سعيد، والمخزن يشهد. انا ما كنتش اقدر اقول لا. ولا انت ما كنتش بتتبسط؟ بصراحة أنا كنت بتبسط عشان أنت مبسوطة. أيوة ده بابا زي القطة بتاكل وتنكر. طب ده واقف أهو. ده واقف. اسمع منك جوابك النهائي. اسمع مني في المخزن. مش في المزاد. أنا اللي أقول أه وأنا اللي أقول لأ. سعيد ما تخلينيش أحطك في دماغي. معقولة الفوضى دي يا سعيد؟ يا ناس صفاء مفيش فوضى، يا دوب اخلص من زبون الاقي التاني. اساعدك بس نخلص من الفوضى دي، والحاجه اللي ملهاش لازمه ندخلها المخزن. تعالى ورايا على المخزن. ده ايه مكركب وراك؟ عن اذنك. ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واخطف لي نص ساعة. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون جو حر بدخل المروحة. ايه رأيك يوم الأجازة نرتب المخزن سوا؟ اعملي معروف يا الصفاء، خلي الأجازة أجازة. اه أنا نسيت إنك عندك معاد في السيما. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بنت صغيرة وتخاف علينا لما تروح لوحدها. وبعدين أنا اشترطت موافقتك. عشان كده أنا استجدعتك. أنت فاهم الحكاية؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني إنك أنت ماسك المحل وروحنا في إيدك وكده. سعيد ما انا صرحتك بكل حاجه، يعني عيب لما تشك في اخلاصي والله. صفاء ما تنفعنيش، اكبر مني بكذا سنه، وبعدين مش حلو، وانا ما نفسيش اقول ايه. حلالك يا حلالك. طب وفاء ايه اخبارها عندك يعني؟ ما اختك كنت عارفها اكتر مني. وفاء اختك دي عامله زي الفرخه الصنفرات فاشل وجديده. بصراحة البعد عنها غنيمة. لما انت البرنسيسة بتاعتي. سعيد. عشان الأمور ده تمشي تمام التمام. طبعا أنا كده على فكرة هتأخر على السيما. نروح السيما يلا.
ما بدري. ايه يا حلو، انت يا اختي هتخش تسيب الباب مفتوح؟ اه نسيت خالص. انا شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التنر دي جوه المخزن. اعوذ بالله بنت الاصول. وانا بتاع كده برضه. انت شايفه الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت الكلام مش عاوزه. وانا لحمي مر وممكن ارميك بره المحل زرقيه الكلام. خد صوتك يا صفاء، الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين؟ وتلزم ادبك. حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها، بس في حالة واحدة بس، الحلال. آه الحلال وبس. انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل ثلاث حاجات: شرف، امانه، يكون ذكر. اللي فيه الثلاث حاجات دول يبقى سيد الناس. اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا لو في نصيب مش قبل سنه. الناس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع من التشاغل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. نقرا بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. مقدره اللي انت فيه، عشان بينا فتحه وكلمه شرف. انا هسيب لك نفسي يا سعيد، تعمل كل اللي نفسك فيه. انت اول راجل يلمسني. ايه
انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذة؟ مفيش ولا واحدة فينا كانت تعرف، كل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس، ولا واحدة فيكوا حست؟ قولي يا هبة، ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي انا. انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائي، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصايه. ومين اللي ماسك العصايه بقى، القرد ولا القرادات؟ انا اسفه صفاء، امال الحكايه كشفت ازاي؟ ازيك يا غالية يا بنت الغاليين، اتدورت؟ جدودك بقت موردة زي التفاح. وحشان يا حاج علي. ليكم عندي خبر يفرح، ده إلاء القبول. خير يا حاج؟ عارفة رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله أكبر عليه، أمين شرطة في مباحث المديرية، شهم وجدع وخدماته مغرقة الناس كلها. أيوة ماله يعني؟ يا صفاء عينه من اختك اللي اصغر منك، مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المديريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيمه. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هناء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايف انه عايز لقطه. اتجوزي انت. طب نفهم ليه؟ يا بنتي ده احنا اخوات وحريم زي بعض، ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو ان شاء الله؟ عنتر ابن شداد يا اختي اللي انت ماسكه فيه ومتبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك انه هيتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه الف مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانتي ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها ايه الاماره؟ علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. والله انا كمان. يبقى بيضحك عليكم، وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنت كنتوا مع بعض؟ نام معاكي؟ ايوه نام معايا. نوم نوم ولا بصوا تحت طول عواصف. نوم نوم يا بنت. ما كانش عاجبك امين الشرطه يا ضايع؟ بكره الفجر تسافروا. نروح فين؟ اي حته، المهم بعيد. يا
ايوه سعد، ايوه انا. بقول لك ايه، البنات سافروا راحوا يغيروا جو، وانا بقى عايزه اروق نفسي شوي. ما تروح تجيب لنا كام ازازه بير. الله، وفيها ايه؟ نفسي اشرب. وهات لنا كباب من عند الحاتي. طب وانا مالي غير اللي قالت لي روح اسكر وتعالي. انا مال اهلي غير اللي قالت لي روح اسكر وتعالي. وانا مالي وانا مالي يا غزالي سعيد. وانا مالي حاجة وليها التمن، وكان لازم حد يدفع التمن، وانا اللي سددت التمن، عشان كان لازم انا اللي سددت. ايوه ليه؟ ليه انت؟ عشان انا الكبيرة. بس ايه؟ بس عشان انت الكبيرة؟ القتل ده حاجة مهولة، بدل ما تقتليه وتحرقي المحل كان ممكن تهربوا انتوا التلاتة، تسيبوا البلد. والغدر والخيانة والعار والجرح، كل دي مش حاجات مهولة؟ والتلات اخوات ما بقوش قادرين يبصوا في وش بعض، مش دي برضو حاجة مهولة؟ بصي يا أستاذة، أنا قعدت في السجن 15 سنة على ما فهمت إن أنا يوم ما قتلت سعيد كنت بموت نفسي، وفي ال 15 سنة دول اتعلمت إن أنا ممكن أعيش. حيرتيني يا صفاء. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم تعالوا نسيء لسمعه مصر. اهلا يا هاني. الحلقه النهارده كانت مقززه مقرفه ومنحله. انت رايحه فين؟ بجيب شنطتي. انا مش بكلمك. اوعى كده. ايه في ايه؟ خدشني حياتها انت مصر بتاعتك لما جبنا ست خارجه من الحضيض وقدرت تكمل حياتها من اول وجديد؟ قدرت ترجع انسانيتها؟ المجتمع حاسبها وهي حاسبت نفسها. بقول لك يا كريم، اوعى اوعى تتكلم معايا باللهجه دي تاني. انا طلبت ايه البيع علشان اعرف رايه ايه، ما ردش. التليفون بتاعه ما كانش خارج الخدمه ولا حاجه، لكن ما ردش. انا محتاج لك قوي يا هبه عشان خاطر اقف جنبي. هيدوسوا عليا.
انا جنبك يا كريم صدقني. الحلقه ما كانتش ليها اي علاقه بالسياسه، دي كانت عن الجريمه الاجتماعيه. هو ده سياسه؟ كله سياسه. المجتمع بيتنايل بستين نيله ده ونتيجه حياه سياسيه مهببه اصلا. انا بعمل كل حاجه عشان ما ازعلكش انت واصحابك، بس دول هيخنقوك ويخنقوني. سميتك انت مش حاسس بكده؟ قوم يا كريم اغسل وشك واستناني في السرير، حضر سيجاره حلوه، تعال نفكر في البيبيات اللي احنا عايزين نجيبه. قوم. عايزك تعرف لي ايه حكاية الست دي؟ مش دي سياسة يا هبة؟ كله سياسة يا رشدي. مساء الخير. مساء النور. أنا ليا حجز عندكم هنا. أتشرف باسم حضرتك؟ أدهم الغرباوي. هو حضرتك اللي بتطلع في التلفزيون؟ أحيانا. اتفضل هنا الأول، اسمع حضرتك بتشتكي من إيه؟ شك. ايه اللي مش مريحك؟ عندي درس هنا بيقلمني من الحاجة الساعة. حاجة تاني؟ عاوز ألمع فناني. أكيد شفت حضرتك قبل كده. إيه؟ حضرتك مقدم برامج ولا؟ لا لا، أنا مش مقدم برامج ولا حاجة. أنا اللي استضيفوني في البرامج، خبير اقتصادي. يا دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغان، وعندي مكتب استشاري له فرع في دبي. ده انت على كده زبون في اي بي. طب ما انت كل زباينك في اي بي. انا برشحك ليا السفير اسعد صالح، كان زميلي في الجامعة. صحيح الدنيا صغيرة. افتح بقك لو سمحت. بالنسبة لتنميع السنان دي مسألة سهلة خالص، أما الضرس فمحتاج تنظيف وحشو، وده هيتم على مرحلة تانية. ولازم بينج. لا بينج النهاردة ما أقدرش، عشان عندي تلفزيون، مش معقول أطلع زي السكرانين. طب ينفع تنظيف؟ ينفع. افتح بقك لو سمحت. على فكرة أسنانك ممتازة. اشمعنى؟ ومش محتاج علاج من أي نوع. كمان زيارة دكاترة الأسنان مسألة مش محبوبة قوي، حتى للناس اللي عندهم مشكلة في أسنان. ممكن أعرف إيه الموضوع؟ حبيت أشوفك عن قرب. بدور على عروسة. بنت ناس تكون على مستوى اجتماعي وأخلاقي. ولاد الحلال رشحوكي ليا. ادي الحكاية. مين هم الناس دول؟ حلفوني ما اقولش، ومش هقول تحت اي ضغط. يعني انت كنت جاي تعاين؟ انا بختار شريكة عمر. حمد، امسك العصاية. ومبسوط بيكي جدا.
وطبعا اتجوزت قبل كده واحده ست امريكانيه، زوجه ممتازه تحبني واحبها، ست مدهشه. طب لما الحكايه كده انفصلتوا ليه؟ ما استحملتش العيشه في مصر. في الاول كانت فرحانه طبعا، بس فضلت الحكايه تصغر 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 لغايه لما قلبت بنكد. محمد، انت قلت لي وظيفتك ايه بالظبط؟ هي بيني وبينك مش وظيفه واحده، يعني انا عضو في مجلس اداره بنك المال والتجاره، مسؤول عن مجموعه من الشركات، ومستشار لوزير في المجموعه الاقتصاديه. ايه بتضحكي ليه؟ العربيه اللي انت جيت بيها دي عربيتك؟ اه طبعا. ليه؟ عشان حاساك بتبذل مجهود خرافي عشان تبان متواضع. ملابس الفروسيه دي بتاعتك؟ اصل انت بتركبي خيل هايل. يعني انت مستعد تتجوزني عن قناعة؟ فورا. فورا ازاي بس؟ هي كلمات عجبتك وهتدخل تشتريها؟ عشان ما حدش يخطفك مني. انا من عيلة ليها سمعتها وكل ناسها محترمين قوي، واغلبهم شغال في وظائف محترمة قوي، القضاء، الهندسة، الطب، الداخليه. فطبعا ما كانش ينفع اتجوز من غير كل دول ما يعرف. المهم كلهم مفهوم، هي مشكله واحده بس، الفيلا. الفيلا اللي كنا هنتجوز فيها كانت تحت التشطيب، والفيلا فعلا موجوده وانا شفتها وكانت فعلا تحت التشطيب. في الاول قلنا ناجل كل حاجه لغايه بيت الزوجيه ما يكون جاهز، وموضوع اني اتجوز في شقه مفروشه كان مساله مستبعده تماما، أو حتى إننا نتجوز ويجي يعيش معانا في الفيلا بتاعتنا برضه مسألة مستبعدة تماما. هو كان عايش فين في الوقت ده؟ في شقته اللي كان متجوز فيها. ما كانش ينفع تعيشوا فيها أنتوا الاتنين؟ لا، نفسيا ما كنتش أقدر، وكمان دي شقة صغيرة جدا، والمفروض إن الواحدة مننا لما تتجوز مستواها الاجتماعي يعلى مش يقل. مش كل أمهاتنا قالوا لنا كده؟ المهم اتجوزتوا. اتفقنا على حل وسط او حل يرضي جميع الاطراف، اننا نكتب الكتاب اولا عشان هو يبقى مطمن ان مفيش حد هيخطفني منه، وكمان اهلي يبقى مطمنين لما اخرج معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى. إني استخرت الله تعالى. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وقبلت زواج موكلتك. وقبلت زواج موكلتك. الأنسة البكر الرشيد. الأنسة البكر الرشيد. ناهد خير درويش. ناهد خير درويش. على كتاب الله وسنة رسولي. على كتاب الله وسنة رسولي. وعلى صداق قدره. وعلى صداق قدره. 2,000,001. 2,000,001. 1 جنيه الحالي منه. الحالي منه جنيه. و2,000,000 مؤجل. و2,000,000 مؤجل. أمام الحاضرين. أمام الحاضرين. وألف مبروك. بس بشرط أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل بين الراجل والست حتى وهما متجوزين مش هتحصل بينا. والشرط ده بتاعي أنا. مش شايفة إنك قاسي قوي على نفسك؟ أنا تربيت كده وكلنا في العيلة تربينا كده، ف المهم كتبنا الكتاب وابتديت فعلا احط عليه الجواز، وبقيت انا المشرفه على تشطيب الفيلا، واقول ده جميل وده محتاج تغيير. بالنسبه للون لا 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 مش عارفه ده انا حابه ده. ده في يعني المكتب بس.
كنت سعيدة فعلا جدا، كنت شايفة انه ربنا رزقني بعريس ما كنتش احلم بيه، لغاية ما العمارة دي فيها الشقة بتاعت أمي، لازم أطلع أطل عليها. شقة أمك؟ لا، ما هو شقة أمك دي أنا عارفة حكايتها من الأفلام والمسلسلات. يا حبيبي اللي أنت بتفكر فيه مش هيحصل، مش هيحصل لا في شقة أمك ولا في شقة أبوك. لما ندخل على بعض أنا مستعدة أعمل ده، إن شاء الله في... إن شاء الله في العربية اللي إحنا قاعدين فيها. في العربية؟ انتي مراتي، ده جواز رسمي، لا هو عرفي ولا مسيار ولا رفق. في بيتنا وبعد الدخل. عاوزاني اخونك يعني؟ انا محتاج ده وانتي كمان محتاجه ده، ده حق مشروع لينا احنا الاتنين. أنا ما باخدش حبوب، ما أنا هعمل. ما تخافيش، أنا عامل حسابي. حصل، ما اقدرش انكر انه كان لقاء جميل ولذيذ ومدهش. على قد ما كنت خايفه ومتردده الا ان انبسط، بس انا قلت له دي اول مره واخر مره. بصراحه كنت بفرح لما بيقول لي شقه ماما وحشتني، عمري ما روحتها الا ورجعت مبسوطه لغايه يومنا كده. على فكره يا ادى، احنا لازم نعمل الدخله في اسرع وقت. ما انا مستعجل المهندس اللي بيشطب الفيلا. يا حبيبي مش مهم الفيلا، انا مستعده اتجوز ان شاء الله في شقه امك. ايه سبب التحول المفاجئ ده؟ سببه ان حامل في شهري، ومن هنا ورايح بطني هتبتدي تعلم الناس. حتى بقول ايه يا ناهد؟
اعرف منين ان الحمل بتاعك ده مني؟ انت اتجننت؟ انا راجل عقيم ما بخلفش. كان ممكن تفضلي محترمه وراسك مرفوع، بس انت اللي جبتيني نفسك وخدتينا في الرجلين وراكي، فضحتينا. ماما ده جوزي، جوزي العقد شرعي وبعلم العيله كلها. والمصيبه اللي ما بعدها مصيبه انه ما بيخلفش. يبقى ابن مين ده يا بنت الاكابر؟ ماما انت اضرب بنتك. ما هو يا انت كدابه يا هو نصاب. لا لا، انا عمري ما كنت كدابه، ودي اول علاقه ليا مع راجل. انا مستدينه مريم عشان احمل بنفسها من روح ربنا. يبقى هو مجرم. اطلبي منه الطلاق، بعد كده المستخبي حيبان. طلباتك يا دكتورة ناهد. حكاية انك ما بتخلفش دي الحمد لله ممكن يثبت لك الحقيقة ويأكد لك ان الجنين اللي في بطني ابنك. انا عاوز الطفل. ابوه اولى بيه. انت ابوه. لو كررت الكلام ده كمان مرة هعتبرها اهانة وهحاسبك عليها. قسوة. خلاص طلع. وكرامتي؟ كرامتك مالها كرامتك؟ انت عارفه لما الست تخون جوزها بيبقى شكله ايه؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ 3 مليون جنيه. انت مش محتاج تبقى نصاب ولا صياد عوانس، ليه بتعمل كده؟ هو اللي يحاسب مراته على خيانتها يبقى نصاب وبتاع عوانس؟ 3 مليون دول تمن الاهانه يا دكتوره. دكتور ادهم، انا عندي عيله لا يمكن تسمح لك انك تتمادى في تصرفاتك دي اكتر من كده. خلاص يا محمود ارجع العربيه. ده تهديد ده؟ اعتبره تحذير. عيلتك دي هتخش الجحور زي الفيران بالظبط لما اعلن عن فضيحتك. الدكتورة اسميها حنان طبيبة أمراض نساء وصديقة ليا. أول ما شافتني عرفت أنا شايلها مقد إيه. بالمناسبة هي ست فاضلة وشجاعة. بعد ما عملت العملية سألتني وأنا حكيت لها كل حاجة بالتفصيل.
انا اعرف ادهم الغرباوي واعرف مراته. مراته الامريكانيه؟ لا مصريه، كانت بتتابع عندي وخلفت بنت. عندي عنوانها ورقم تليفونها، هي تقدر تحكي لك كل حاجه عن ادهم. لو الدكتوره قالت لي الحكايه دي قبل ما تعمل العمليه كان ممكن. كان ممكن يا دكتوره؟ شرعا ممكن تحتفظي بالبيبي والاب ملزم انه يعترف بيه، واذا شكك بده ملزم برضه انه يعمل تحليل دي ان ايه. لا ما كنتش عايزه طفل منه، ما كنتش عايزه يطلع شبهه. اقطع على كاميرا 4. هبه مالك يا هبه؟ هبه ما ينفعش كده، انت مذيعه. نصحوني اني ارفع قضيه خلع ورفعتها فعلا. البيت طلع رغم اللي هو فيه ورغم المكان الرفيع والوظايف المحترمه، طلع صياد لثروات السيدات الاغنياء، انسات وارامله ومطلقات. بس مراته اللي كان زبون عند الدكتوره حنان كان ليها موقف مشرف. جت المحكمة وشهدت معايا وجابت بنتها معاها وحكمت المحكمة فعلا بخلعه. كل ده عادي، ممكن يحصل، يحصل للناس كتير كمان. انتي اتقبض عليكي ليه؟ السيد رئيس الجمهورية، وقد شهد سيادته أداء اليمين المهندس هشام فتحي وزير للكهرباء والطاقة، والحاصل على الدكتوراه من جامعة لايدن في هولندا، الدكتور وليد العربي وزيرا للصحة، نقيب الأطباء سابقا والأستاذ بجامعة القاهرة، الدكتور باهر كمال وزيرا للتربية والتعليم والعميد السابق في كلية الآداب بجامعة أسيوط، الدكتور أمير رشواط وزيرا للزراعة والحاصل على جائزة الملك الصالح في مجال استصلاح الأراضي، الدكتور أدهم الغرباوي وزيرا للتنمية المالية، قد عمل سيادته كخبير اقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حصل سيادته على الدكتوراه من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. هانم يا محترمة، من فضلك لو حضرتك عندك مشكلة اتفضلي قولي عليها. من فضلك يا أنا عارفة أنا بعمل إيه، أنا بسأل سؤال. لا بعمل مظاهرة ولا نسيت مفخخة عشان تخافوا مني. أنا معايا بطاقة رقم قومي واقفة في الشارع، والشارع ملكية عامة، لا أربك المرور ولا أفعل أي شيء عدواني. في إيه يا هيثم؟ مالها؟ زي ما حضرتك شايف يا فندم، بتقولي إنها واقفة في ملكية عامة وإنها ما عندهاش طلبات. في ايه؟ ما تيلا من هنا. انا واضح انك ست محترمه ومش بتاعه مشاكل، قولي لي طلباتك ايه قبل ما الموضوع يكبر. انا عايزه حد يجاوبني على السؤال المكتوب. جاوبها يا هيثم. زي ما انت شايف يا فندم. اهلا يا فندم. لا الحقيقه يا فندم انا ما اعرفش اسم الوزير ده. لا الحقيقه يا فندم انا ما سالتهاش وهي ما قالتش. تصبح على خير يا فندم. احسن حاجه يا استاذ انك تقفلي التليفون، لان كده مش هتخلصي. عندك حق. الو. ايوه يا فندم. حاضر معليك، افتحي تليفونك يا استاذه وردي على المكالمه.
الو. ايوه يا فندم، انا عارفه ان سياده الرئيس اكيد عايز يعرف مين هو الوزير. ايوه يا فندم، انا عارفه ان احنا ما عندناش وزاره اسمها التنميه الماليه، بس زي ما غيرنا اسم الوزير كمان غيرنا اسم الوزاره. الضيفه هي اللي طلبت التغيير يا فندم مش احنا. لو عايزين تعرفوا حضرتك ممكن تسالوها. تصبح على خير يا فندم. ايوه حنان. تخصني؟ ماله؟ بس هما وعدوه. انتي عرفتي ازاي؟ اقول له ايه بس؟ طيب باي باي يا حنين. سيادتك مستعجل قوي، انا سمعت يعني ان موضوع التغييرات ده نام. المره دي على غير العاده ما جالوش نوم. عايزك تبقى تفتكرني بالخير يا كريم. هو في اخبار عن سعادتك ولا ايه؟ كلها اشاعات يا ابني، ساعات وهتعرف كل حاجه. المهم الواحد وهو ماشي ما بياخدش معاه غير الذكريات الجميلة. انت كنت عايز في حاجة يا كريم ولا جاي تودعني وداع مبكر؟ الله يبارك فيك. شامم ريحه اخبار منعشه. يا رب اتفضل. وبالمناسبه دي اتفضلوا يا جماعه اقعدوا. ايه فعلا؟ طب الحمد لله. حلقه مميزه وانا حافظها صح. انا ما عرفتش اشوف الحلقه، كنت بقعد على اسمها. بصراحه البرنامج انا شفتها يا فندم. البرنامج بتاع لهيه المساء بدايته بتتكلم عن وزير، بتتكلم عن وزير. ما قالوش الوزير ده بيقولوا ان هي وزاره اسمها تنميه بهدلته. بس انا عارفه الوزير. أصدر السيد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قراراً بتعيين عدد من رؤساء التحرير بالصحف القومية. في مؤسسة بلدنا تم تعيين شريف صبحي رئيساً لتحرير الجريدة ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة خلفاً لأحمد فؤاد، وإسلام جودة رئيساً لتحرير الأهرام الاقتصادي. إبراهيم كريم، الحمد لله إنك جيت. أنا قلقت عليك قوي يا حبيبي. إزايك؟ انتي السبب في استبعادي يا هاني. انتي وبرنامج الزفت بتاعك. حلقة امبارح هي اللي ضيعت مستقبلي. كل ده بسبب عنادك وغباوتك والأنانية اللي لابساكي من فوقك لتحتك. لا يا كريم، رئيس التحرير معروف من أول امبارح، شريف صبحي. حنان حتى هي اللي كلمتني وقالت لي أنا كلمتك كتير وكنت هاجي لك حتى الجورنال، بس لما ما ردتش عليا قلت أكيد إنك عرفت. كدابة. لا أنا مش كدابة يا كريم. أنت إيه؟ عايز تلبسها لي وخلاص؟ تلبسها لك ده إيه؟ أنت مش شايفة نفسك؟ أنت لعبة بلاستيك. بغبغان بريش ملون. إذا كنت فاكر نفسك بتعرف ترقص ففي ناس بيعرفوا يرقصوا أحسن منك. فوق لنفسك. حاول تكبر وتسترجل شوية يا بيبي. Oh!
اقول ايه؟ خلاص مسلمة؟ ربع ساعة ونطلع على الهواء والاستاذة هيبة مش موجودة. محدش من دول هيعمل ايه؟ يا فندم التليفونات جوزها غير متاح، حتى تليفون البيت مرفوع مؤقتة من الخدمة. خش دخل يا عمر. ايوه هيبة انت فين؟ جت؟ جت يا رشدي جت؟ كل العاملين في برنامج نهاية المساء يا جماعة تفضلوا خشوا على البلاتو عشان نطلع هوا. يلا يا سامسة لو سمحتوا عشان تبتدي الشغل بسرعة يا جماعة بعد إذنكم. أسرع يلا يا جماعة اتحركوا بسرعة بسرعة. دخل يا عمر. حاضر حاضر. مساء الخير. أهلا بمشاهدي برنامج نهاية المساء بداية الصباح. أنا هبة يونس مقدمة البرنامج. اللي انتوا شايفينه ده حقيقة مش ادعاء. أنا واكلة علقة موت. كان عندي ضيفة المفروض تحكي لنا حكاية جديدة من حكايتنا بس اعتذرت لها لأن أنا ضفت البرنامج. أنا الضيفة المقهورة المضروبة. عمري ما كنت اتصور ان انا اللي بحكي حكايات الناس اتحول لحكايه، بس الظاهر ان محدش احسن من حد. المخرج مصمم ان احنا نروح فاصل، ولذلك فاصل ونواصل. هبه انت كويسه قوي؟